المصيبه اللي كلكم مستنيينها. عملت تحدي قلت لكم هو ده ايه وكلكم طبعا جاوبتوا غلط، قلتوا عليه ايفون 15. طبعا مستحيل يعني حد يبعت لي هديه زي كده، فيلا بينا نفتح واقول لكم ده ايه. نقول بسم الله. ايوه يا جماعه هو ده، ودي اكتر حلوى حامض في العالم، وزي ما انتم شايفين جايه من بره وسعرها 9.25 يورو. طبعا اللي ما يعرفش ادي دي ليمونه زي ما انتم شايفين طبعا بقشرها ومن غير اي رياكشن. طبعا ما اعرفش الحلويات دي بتطلع الجن طبعا وحاجات زي كده وبتعمل كهرباء وحاجات غريبه قوي 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 زي ما انتم شايفين شكلها ده من قريب. ما تنساش طبعا شيرك يسمم غيرك. بمناسبه رمضان جبنا حاجات كده جديده زي ما انتم شايفين اشكالها عامل ازاي، ودي طبعا الحله اللي هنعمل فيها الاكل في رمضان باذن الله. طبعا هعمل الجمعه اللي جايه او الخميس اللي جاي شنط رمضان لو حد عايز يتواصل معايا. نقول بسم الله. ها